النهارده، النهارده ما ينفعش يحصل لي كده. اصحى وما الاقيش شوكولاته ولا حتى حته صغيره، دي مؤامره. عايزيني انزل الشارع، بس انا مش هنزل. مش مهم، بس اكيد في حل، حل ما يخلينيش انزل الشارع. مش عايزه اشوف الشارع. انا عاده بعمل خطط بديله، لازم الحياه يكون فيها خطط بديله، لان كل حاجه في الدنيا بتخلص فجاه او بالتدريج، تخلص بسبب او بدون سبب، مش مهم، المهم انها بتخلص، بتنتهي، كانها ما كانتش موجوده اصلا، بتتمسح من دماغنا وبننساها. ياه، قد ايه حته شوكولاته دلوقتي هتخليني اطير. هي الناس بتاكل الشوكولاته ازاي؟ انا ما باكلهاش. انا ممكن اسيب حته الشوكولاته في بقي يومين، مع اول لحظه بحس اني مرتاحه، جسمي كله بينمل. انزل الشارع اكيد لا. مش عايزه اتكلم، مش عارفه اتكلم، مش عايزه اقول لعم عيد البواب صباح الخير وانا مش حاسه باي خير. مش عايزه اكلم البقال اللي بيقعد يستغفر ربنا 20 مره كل ما يشوف وشي. بخاف افتح الباب لبتوع الدليفري. انا بخاف اكبر، بخاف اعجز، بخاف من نظرات الرجاله ليا، بخاف من الضلمه، بخاف من الوحده، بخاف من الونس، من الصحاب، الصور القديمه، بخاف يرن التليفون، بخاف محدش يرد، بخاف من الميه، بخاف اغرق. انا لازم الاقي شوكولاته، يعني لازم انزل. طب لو قابلت مدام سوزان في الاسانسير؟ لا لا، مستحيل. انا بحس اني بشوف نفسي بعد 40 سنه، شبهي بالظبط، شعرها زي شعري بس لونه ابيض. تخيل انك تشوف نفسك وانت عندك 70 سنه. هو انا لسه هعيش لغايه 70 سنه؟ لا اكيد لا، واكيد برضو مش هنزل الشارع. هلبس ايه؟ المشكله اني من غير شوكولاته بحس ان جسمي ضيق، كأن روحي مخنوقه جواه. يمكن كان لازم صوابع ايديا ورجليا يكونوا اطول عشان اقدر اتنفس، يمكن كان لازم اكون سمك عشان محتاجش اتنفس ومخافش من الميه، يمكن كان لازم يكون جسمي اوسع، مش عارفه. بس اللي عارفاه دلوقتي اني لازم الاقي شوكولاته، اي حته شوكولاته، اكيد في حته مستخبيه هنا ولا هناك. الشوكولاتة بالنسبة لي يعني هوا، هي اللي بتخليني أقدر أتنفس، أقدر أعيش، بتخليني مش مضطرية أشوف الناس أو أتعامل معاهم، كأني جوا بالونة كبيرة مليانة هوا وأنا طايرة جواها، بتفرج على الناس والشوارع من فوق، من بعيد أوي، من غير ما حد يشوفني أو يكلمني. مش هنزل الشارع. شارع؟ شارع يعني واحد في الاسانسير يبصلي من فوق لتحت، يعني اتخبط من طوب الارض وانا ماشيه ومحدش فيهم يفكر يعتذر لي. شارع يعني واحد بيطرطر جنب الحيط، يعني واحد بيسمعني رنات موبايله بالعافيه، او واحد بيقرا قران بصوت عالي جنب ودني بالظبط، يعني بتاع جرايد يقول مفيش فكه من غير ما يبصلي اصلا، يعني واحد بيغرق الارض ميه قدام محله، او واحد واقف بيتخانق مع دبان وشه في الموبايل. شارع يعني واحد بيتف جنبي بالظبط وهو معدي، يعني زحمة وصوت عالي وأغاني وموبايلات، ريحة شاورما وكشري حلويات ودبان ودخان سجاير وشيشة وطباخ وزبالة وإعلانات ومحلات هدوم وجزم وأكل وتلفزيونات وورد.
شيوخ، مواعظ، خطب، أفلام، مسلسلات، فيديو كليب، وأتوبيسات، وحرب، وتراب، ومواصلات زحمة، وحوادث، ولجان، وضباط، عمال، ملحمين.